اليوم في هذا الوقت من التوتر، وكان محادثة بين الأصدقاء لخفض التصعيد ولإعادة الهدوء والسلم، خاصة قبل شهر رمضان المقدس، ودعونا القيادة الفلسطينية لمكافحة الإرهاب ولاستئناف التعاون الأمني مع إسرائيل. وكنت واضحا جدا في مسألة حق إسرائيل في الدفاع ضد الإرهاب، وأنا أتقدم بأحر التعازي لأقارب الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا في العمليات الإرهابية الأخيرة، وأنا هنا كصديق ملتزم بأمن واستقرار إسرائيل، ولكن الدولة كذلك تبقى ملتزمة بمكافحة العنف المسلط كذلك على الفلسطينيين، ولازلنا ننادي بحل الدولتين في هذه المنطقة، والعمل كذلك على تنفيذ اتفاقية الأردن لخفض التصعيد على الأرض وتجنب العنف، وكذلك لتطبيق اتفاق العقبة.